مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجاي توكس وفيديو جديد. فتح باب التسجيل في مرحلة البكالوريوس في جامعة قطر، لهيك حبيت انه هذا الفيديو يكون بهذا الخصوص، لانه اجاني كثير اسئلة عن موضوع الدراسة في جامعة قطر للبكالوريوس. فخلينا نبلش في هذا الموضوع. أول شيء لازم أنت تعرفه عن موضوع مرحلة البكالوريوس في جامعة قطر هو شو أنواع الطلاب اللي ممكن يتم قبولهم في الجامعة. وأول شيء منهم هم الطلبة النظاميين اللي بيكونوا خلصوا الثانوية العامة وبدهم يبلشوا السنة الأولى في جامعة قطر. والنوع الثاني هم الطلاب اللي أصلاً محولين من جامعة ثانية، هم أساساً بدرسوا في جامعة ثانية وبدهم ينتقلوا على جامعة قطر. والطلب الزائرين وطلب الدراسة المقررات، إيش اسمه طلب الدراسة المقررات، وأكيد الطلب الدوليين اللي من برا دولة قطر. ورقم 6 هو الشخص اللي خلص درجة بكالوريوس في موضوع معين وحاب إنه يأخذ درجة بكالوريوس في موضوع ثاني. فهذول من 6 أنواع اللي ممكن يدرسوا في جامعة قطر. نوع القبول في جامعة قطر هو قبول تنافسي على حسب معايير القبول في كل كلية من كليات جامعة قطر. وتعال هلا خليني احكي لك كم شغله كثير مهمين، اللي هو مواعيد التقديم للقبول في مرحله البكالوريوس في جامعه قطر لفصل ربيع 2021. بلش تقديم الطلب الالكتروني ب 11/10 وراح يستمر لغايه 21/10، وفي تواريخ كثيره كمان انت لازم تكون عارفها على حسب انت اي نوع من انواع الطلاب اللي انت قاعد تقدم. هل انت طالب نظامي، ولا انت طالب بدك تنتقل من جامعه لجامعه، ولا انت طالب اصلا على النظام الدولي، ولا دارس بكالوريوس ولسه بدك تروح تدرس درجه ثانيه. فكل هالاشياء عوامل بتأثر انه متى لازم تبلش ومتى لازم تقدم الطلب ومتى اخر موعد لتقديم الطلب وقبول الطلبة والى اخره. فعشان تعرف كل هاي المواعيد ما راح احط لك اياها في الفيديو، فبتروح على موقع اسمه، خليني اقرا لك اياه قراءة، qu.edu.qa/ar/ بعد الـ AR في عندك students/admission/undergraduate/application-time-line. فهدول او هذا هو الموقع اللي انت راح تقدم عليه او راح تدخل عليه لحتى انك انت تعرف شو المواعيد اللي بتهمك كشخص بده يقدم على جامعة قطر في هاي المرحلة. هلا السؤال الدولي الاقليمي العالمي اللي كل الكوكب بسأل عنه، قديش ساعة الدراسة في جامعة قطر لمرحلة البكالوريوس؟ لاني انا حكيت في فيديو انه ساعة الدراسة في الماستر هي 2000 ريال قطري بمعادل 400 دينار اردني، يعني ابو 500 دولار يمكن او اكثر من 500 دولار. المهم انه الدولار ب 3.62 ريال، فاللي بده يحسبها يحسبها. هلا على حسب الكليات بتختلف معك ايش هي سعر الساعة. فمثلا كلية الاداب سعر الساعة فيها 800 ريال قطري، كلية الهندسة 1000 ريال قطري للساعة المعتمدة الواحدة، كلية الإدارة والاقتصاد 900 ريال، وكلية التربية 800 ريال قطري للساعة المعتمدة الواحدة. في شيء اسمه البرنامج التأسيسي، فالساعة تبعه 900 ريال قطري، والقانون تخصص القانون 800 ريال قطري برضو للساعة الدراسية المعتمدة الواحدة. كل بحكي لك إياه هو للساعة الدراسية الواحدة. تخصص الصيدلة 1000 ريال للساعة، تخصص العلوم 900 ريال للساعة، العلوم الصحية 900 ريال قطري. فهاي أسعار الساعات. بضل عندي الطب مثلا، طب الأسنان، هذول التكلفة بالسنة الدراسية، يعني هذه تكلفة بالساعة، هذول بالسنة الدراسية يقولك بيطلع عليك هالقد معلم، بتكيش الجامعة وبتدفع إلكتروني، مش بتكيش الجامعة. فهذول التخصصات اللي أنا حكيت لك إياهم هم أسعار الساعات المعتمدة للدراسة للساعة المعتمدة الوحدة. فأنت على حسب كم بتنزل بالفصل بيطلع عندك كم اللي راح تدفعه على المواد اللي أنت سجلتها، وحسب أصلاً التخصص كم ساعة دراسية على الخطة الدراسية بيطلع معك توتل الدراسة في هذا التخصص في جامعة قطر. طبعاً نسيت أحكي لك الشريعة والدراسة الإسلامية 800 ريال للساعة، واللغة العربية الغير ناطقين بها 800 ريال للساعة المعتمدة الواحدة. هيك كل التخصصات اللي أنا مرت علي اللي حكيت لك إياها هي هاي الأسعار اللي أنت راح تتعرض لها لدراسة واحد من هاي التخصصات. تعال خليني أفتح نفسك على الدنيا وأحكي لك قديش الساعة الدراسية، أو مش الساعة الدراسية، الفصل الدراسي لتخصص الطب وطب الأسنان. شوف يا سيدي العزيز، السنة الدراسية الأولى هي على حسب أنت شو أي ثينك تكون برنامج التأسيسي أو مواد أنت لازم تنزلها أصلاً، فهي بتكون على حسب السنة أو الساعة الدراسية، فمش على حسب السنة. أما السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فهم على حسب الكلفة السنوية وبتنحسب بالفصل. فبدي أحكي لك إنه مثلاً السنة الثانية بيقسموا لك إياها، أو السنة الجديدة بيقسموا لك إياها لخريف وربيع، وطبعاً في فصل صيفي. فالسنة الثانية فصل الخريف راح يكلفك 30,000 ريال قطري، تقريبا
تقريباً 6000 دينار أردني، وفصل الربيع راح يكلفك 25000 ريال، والفصل الصيفي 3000 ريال. أنا بحب الفصل الصيفي، أنا بس راح أصير أنزل فصول صيفي. وفي إشي حاكينه تكلفة الوحدة الدراسية اللي أنا مش فاهم شو هو 1000 ريال. السنة الثالثة تعال أقول لك قديش راح تكلفك إذا كنت ناوي تدرس طب في جامعة قطر. فصل الخريف راح يكلفك 31000 ريال، فصل الربيع 26000 ريال، والفصل الصيفي 3000 ريال. قلت لك ركز على الفصول الصيفية الله يرضى عليك. الوحدة الدراسية 1000 ريال، بعرف شو يعني الوحدة الدراسية. هسا السنة الرابعة في مرحلة المرحلة الدراسية وفي المرحلة الإكلينيكية. المرحلة الدراسية ومرحلة الدراسات ما بعرف شو هي 1000 ريال، المرحلة الإكلينيكية 2000 ريال. أما عن فصل الخريف والربيع والصيف فبترتبوا على حسب الأسعار اللي أحكي لك إياها اللي بتجنن. 30000 للخريف و 56000 للربيع و 6000 ريال للصيف. أنت بتحكي عن 30000 و 54000 و 6000 60 و 30 90000 ريال في السنة. اقسم على 5 بيطلع معك قديش أردني يا معلم. والسنة الخامسة يا سيدي حتكلفك الوحدة الدراسية 2000 ريال، والفصل الخريف 56000 ريال، وفصل الربيع 56000 ريال، واي ثينك الفصل الصيفي 8000 ريال. فاي ثينك توتال السنة الخامسة ببساطة اجمعهم 56 و 112 و 8 20 ألف 120 ألف ريال يا معلم. ضل عندك السنة السادسة، في عندك 2000 ريال للوحدة الدراسية، وفي عندك فصل خريف وفصل ربيع كل واحد ب 60000 ريال، وفصل صيفي ما عندك، فالتوتر راح يطلع 120000 ريال. اقسم على 5 20000، وعندك كمان 4 24000 دينار أردني للسنة السادسة. اجمعهم كله مع بعض معلم بيطلع مبلغ محترم غير السنة الدراسية الأولى، 450000 ريال تقريبا. انجوي تدلل يعني. فهذا هو تكلفة الدراسة في جامعة قطر لمرحلة البكالوريوس. إذا كنت تدرس واحدة من التخصصات فتقدر تحسبها إيزيلي وتعرف قديش بكلفك، وأكيد مش هتدفعها إيزيلي، لا هتدفعها وأنت ماكل هوا. فانجوي. وبالنسبة للي حيسأل هل في إعفاءات طيب من الرسول أو من الرسوم عفوا، فراح أحكي لك هي بس للطلاب القطريين وطلاب المنح الدراسية، ولازم في شروط لازم يستوفوها ما حقدر أغطيها بهذا الفيديو، فعشان تكون عارف أنه مش على الأغلب راح يطلع لك أي إعفاء على رسوم الدراسية، بس شيك ممكن أنك أنت تكون من الناس اللي راح يطلع لهم إعفاء. هلأ آخر سؤال راح أجاوبه في هذا الفيديو، قديش معدل القبول أو معدل بداية التنافس في جامعة قطر؟ معظم التخصصات هي التنافس فيها 70%، فالطب وطب الأسنان I think 85%، والصيدلة 80%، والهندسة 70%، هسه الهندسة 70%، بس يطلع لك انت مبدئيا وان شاء الله معك انك انت تغطي هاي التكلفة وتقدر تدرس اذا انت من الناس اللي حابين انهم يدرسوا في جامعة قطر. في طلبة دوليين اذا طلعوا القبول في جامعة قطر فالفيزا بتكون على كفالة جامعة قطر، فانت تيجي تدرس في جامعة قطر I think بيعملوا لك سكنات، يمكن تدفع رسوم اساسا عليهم، بصراحة ما دخلت بهاي التفاصيل، لكن هذا اللي انا حبيت اني انا اشمله في هذا الفيديو. لهون بكون انا غطيت كل المواضيع اللي بدي اياها، فبقدر احكي لكم بالتوفيق. واذا انت من الناس اللي راح تقدم فان شاء الله نشوفك في جامعة قطر، وحطوا لي في التعليقات ايش التخصصات اللي انتم حابين انكم انتم تدرسوها، وهل انتم راح تقدموا في جامعة قطر او لا. هون اشوفكم في قطر، سلام.